إذن حضرتك. ده الواد الأمين بتاع اسكندرية. أيوه. أفهم بيه. بقول لك الأمن الوطني قبض على الواد شهاب أبوه وسحبوهم على هناك. لا 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 استنى 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 استنى. قول تاني قول تاني الصوت بيقطع. بقول لك يا باشا الأمن الوطني قبض على الواد شهاب أبوه وسحبوهم هناك عشان يخرروه. ده هما مين دول أصلا؟ يا باشا الواد شهاب اللي أنا جبت لك منه نمر الدرويش. ده لو نطق بكلمة رجليها تيجي في الموضوع. وده مش مصالحنا كلنا يا باشا. بقول لك أنا دلوقتي بقيت منكم خلاص. لازم تحموني. طب اقفل أنت دلوقتي وأنا هكلمك كمان شوية. نعمل يا باشا؟ لازم نحميه. تمام سعادتك. مفيش ولا فايل ولا وورد بالاسم ده، حتى البي دي اف مش عايز يفتح. اشمعنى يعني الفايل ده اللي ما بيفتحش وبقيه الفايلات بتفتح؟ عشان عليه باسورد. يبقى اكيد الفايل ده هو اللي مهم قوي يعني. غالبا لانها افتكرته في عز تعبها. وبعدين يعني ايه عين العفريت؟ يعني يقصدوا بيه ايه بالظبط؟ يعني عين العفريت. انت عارف احنا لو نقدر نفتح. بقول لك ايه، انا في ايه؟ معلش نكمل بكره. وبعدين هنعمل ايه في اللي احنا وصلنا له ده؟ ده مش هنعمل ايه؟ الراجل اللي هناك ده عينه رايحه جايه علينا. وبعدين طب احنا دلوقتي هنعمل ايه في اللي احنا وصلنا له ده؟ هنكمل بكره ان شاء الله. نفكر بس انت تعرفي بس تخرجي المطرح مدخلنا. انت هتعمل ايه؟ لا هتصرف انا. هتبع الشارع. من فضلك لو سمحت الحساب من فضلك. مدام نحله خرجت لوحدها يا باشا. يعني ايه لوحدها؟ فين الراجل اللي كان معاها؟ تدخل دلوقتي حالا الفندق تقلب الدنيا عليه، ما تخرجش الا بيه. انزل بسرعه. يعني ايه؟ نعم يعني ايه هرب مني؟ تعال لي دلوقتي حالا. يعني ايه؟ فين عنوان الزفت اللي اسمه ماهر بتاع التروسيكل ده؟ ايه ده حازم؟ انا بعت عزف على هناك وقلت له راقب المكان. على الله بس رجله تجيبه على هناك. الكلب ده كان في ايدينا. هو فعلا كان في ايدينا. كان في ايدينا من اول مره قابل فيها نهله. ما كانش لازم نسيبه. جريئة ده. انت تعرفني شغلي ولا ايه؟ انا ما اقصدش. تقصد ولا ما تقصدش؟ قلت لك قبل كده ان انا مش هينفع اتحرك وراه طول ما نهله معايا. دي مراتي مش هعرضها للخطر. حازم انت عارف كويس قوي ان نوعيه الشغل دي بتتحكم بكلمه من تحت الترابيزه. الكلمه دي لو اتلعب فيها مفيش عقد هيصلحها. خلصنا يا ادهم. انا عارف انا بعمل ايه كويس.